فعل كارين يمكن من أقوى الملاحظات بخلال جولتي بمعرض الكتاب. شفت كتير أهل معهم أولادهم وعم بفتشوا فعلياً على كتب قيمة لأطفالهم، يمكن هاي مهمة صعبة، ما بعرف شو فيك تقولي لي على الموضوع من تجربتك كأم. أكيد نحن كأهالي منحب نحفز أطفالنا على القراءة، ومنصير منلاقي طرق مرحة وطرق تجذبهم، لأنه الكتاب لسوء الحظ بهالأيام ما بيجذبهم أول شيء. وأكيد منحب نشجعهم على القراءة، بس لكن ليس فقط القراءة واللغة العربية، بس كمان نحب نشجعهم على الكتاب اللي بيعطيهم أمثلة، بيعطيهم قيم أو أفكار لاتباع نمط حياة سليم. يمكن هذا جزء من مبادرة نسلة لأجيال سليمة، هي مبادرة عالمية، هاي المبادرة بتهدف لتنشئة أجيال سليمة ومساعدة الآباء على تنشئة أطفالهم أكثر سعادة وصحة من خلال تشجيع عادات الأكل والشرب الصحية ونمط الحياة السليم عند الأطفال من سن 3 إلى 12 سنة. وجزء من هاي المبادرة مرتبط بشهر رمضان الكريم اللي نحن مقبلين عليه اليوم، حكواتي رمضان الصغير، مجموعة قصص للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية بتحكي عن قيم تتعلق بالصحة والتغذية للطفل. بداية كارين، خبرينا لماذا اختارت نسلة أن تنتج قصص للأطفال، وكيف مرتبطة هاي القصص بمبادرة نسلة لأجيال سليمة؟ شكراً دانا. مثل ما قلت، مبادرة نسلة أجيال سليمة هي مبادرة بتطمح لتشجيع الأهالي والأطفال على اتباع نمط حياة صحي وسليم. واتباع نمط حياة صحي وسليم بيرتبط بالسلوكيات، وفي بعض السلوكيات اللي نحن بنطمح لها يلي هي مرتبطة بالحياة السليمة، منها الحركة البدنية، شرب المزيد من المياه، واستهلاك المزيد من الخضار والفاكهة. بهالسلوكيات الغذائية اللي نحب نحن نوصلها، أكيد ضمن المبادرة برامج عدة، برامج مدرسية، برامج مجتمعية، وبرامج أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنطمح لنختار أدوات سهلة وابتكارية لتقدر تجذب الأهل، وبالتالي نقدر نحدث تغيير بالسلوك عند الأطفال. من هون فكرة القصص الرمضانية اللي هي حكوات رمضاني، حكواتي رمضان الصغير، لاختيار الكتب كوسيلة لإعطاء الأمثلة ولتغيير السلوكيات الغذائية. اللي لاحظته أنا طفحت هاي القصص اليوم، إنه هاي القصص ما بتحكي من وجهة نظر إنه الأهل عم بيعلموا أطفالهم أو بيدعوهم لاتباع نمط حياة صحي. الطفل بهاي القصص هو بياخد المبادرة، هو اللي بيقرر إنه يتبع نمط حياة صحي. بس في كتير أهل بيقولوا إنه لا، نحن منعلم أطفالنا ولربما منجبرهم إلى حد ما على اتباع نمط حياة صحي. قديه مهم الطفل هو ياخد المبادرة بهذا الموضوع؟ صحية الفكرة، فكرة حكواتي رمضان الصغير بتبدأ من مبدأ إنه الطفل هو ياخد المسؤولية وهو يقوم بالعمل وهو يختار. أبحاث عديدة من برنامج أجيال سليمة فرجتنا إنه إذا الطفل هو أخذ بس نعطيه المعلومات الصحيحة، الوسائل، وعطيناه المسؤولية ليقوم بهذه الاختيارات، بينجح أنه يقدر يطبق هالسلوكيات الجديدة، وبيقدر هو بنفسه يقدر كمان يأثر على أهله ومحيطه. من هون الفكرة، القصص يلي معنا اليوم، الفكرة أنه الطفل بيقريها لأهله، وهيدا شيء كتير حلو. ممكن هو يساهم بتغيير سلوك أهله مش العكس. صحيح، بيكون هو يعني بهالطريقة المرحة، لأنه هو قرر وهو عم بيعطي هالأفكار لعائلته، هالشي بينجح أكتر. والفكرة أنه برمضان مع اجتماع العائلة مع بعضها ويكون الطفل عم بياخد هالقرار، هيدا الشيء كتير حلو، وبيقدر أكيد يطفي سلوكيات صحية على كل العائلة. أكيد. لو بدنا نحكي أكثر عن هاي القصص، شو الأشياء اللي أنتوا تبعتوها بتصميم هاي القصص لحتى تكون جاذبة للأطفال؟ لأنه مثل ما قلتي بالأول، الأطفال اليوم ما بيقرأوا لربما، أو ما بينجذبوا كتير للكتاب، فكيف ممكن الطفل ينجذب لقصص مثل سالي التسالي؟ شفت الأسماء لافتة، سالي التسالي، سليم سلمى والسلطة، وقطورة الأمورة. قطورة الأمورة، غير الاسم اللافت في عناصر تانية؟ هلا بالأول أكيد الطفل بده يكون هو مبسوط إنه بشهر رمضان الحكوات هو نفسه. سو هيدي اوريدي يعني جازبة. فكرة مهضومة إنه هو بده ياخذ هالقرار وهو بده ينشر هالأفكار ضمن عائلته.
لكن الوسيله مهمه انه تكون فيها ابتكار ومرح. مثل ما شفت في الشخصيات مهضومه، سالي التسالي، سليم سلمى والسلطه، وقطوره الاموره يلي عندها صديق اسمه تامر. الشخصيات معموله بطريقه مهضومه، وفي حبكه القصه يلي هي بدور احداثها خلال شهر رمضان مهضومه وبتضحك، وحلو انه كيف الفكره بتتداول ليكون في امثوله بالاخر. وحلو انه هاي القيم مثل ممارسه الرياضه او الاكل الصحي او حتى شرب الماء، قيم ممكن يبداها الطفل برمضان وتستمر معه. هلا انا متاكده في كثير اهل عم بيتابعونا وتحمسوا للقصص، كيف فيهم يحملوا هاي القصص او يحصلوا عليها؟ فيهم يروحوا على الويب سايت www.n4hk-mina.com. في الفقرة تعرفوا على المعلومات بينزل دروب داون، ما بعرف إذا عم نشوفها على السكرين، حكواتي رمضان الصغير. لا، بشوف صور على السكرين كمان. أوكي، تعرفوا على الحقائق، بيعملوا دروب داون حكواتي رمضان الصغير. بيقدروا يحملوا القصة بالعربي، وكمان فيه يروحوا على السكشن الإنجليش إذا بحبوا كمان القصة باللغة الإنجليزية. كثير حلو، نحن هلأ عم نشوف طريقة التحميل. إذا بيدخلوا على الموقع الإلكتروني بيروحوا تعرفوا على الحقائق، في قائمة على أقصى اليسار بيقدروا من خلالها يحملوا القصص بسهولة، يعني قصص إلكترونية. نعم، فعلى الأقل هيك الأولاد بصيروا يقضوا وقت على الآيباد على الأجهزة اللوحية، بس وقت مفيد. صحيح. هيك صحيح. خبرينا هاي التجربة، تجربة هاي القصص، هل بالفعل ممكن تبقى مع الطفل لبعد شهر رمضان؟ هلا هيدا اللي بنطمح له. نحن في سلوكيات معينة بكل قصة عم حابين إنه نوصلها. رح أعطي مثل صغير، سالي التسالي بتشجع الحركة النشاط البدني اليومي. ونحن مثل ما بنعرف انه نمط حياه سليم اكيد بيتضمن حركه بدنيه يوميه، وهيدا كثير مهم ليس فقط لصحه الطفل لكن ايضا لقدراته. سو هي فكره سالي التسالي، كيف بنقدر ندخل النشاط البدني بشهر رمضان لكن كمان بعد شهر رمضان، وكذلك القصص الثانية. كثير حلو، موفقين إن شاء الله. شكرا كثير على تواجدك معنا كارين أنطونياديس، مديرة الشؤون العامة والتأسيس لقيمة مشتركة في نسل الشرق الأوسط، نورتينا اليوم.